غادي نتسنى اول سؤال. دونك جاوني عده اسئله هذا الاسبوع، الاسبوع اللي فات جاوني اسئله على الانتيغراسيون، على فين يمكن لي نقرا اللغه، شنو هما لي ميتي اللي مطلوبين هنايا في بلجيكا، لو ريغروبمون فاميليال، سولوني على لي ديفيرون تيتر دو سيجور، على بالنسبه للجنسيه. رضا محبول عليكم السلام. بالنسبه لي سولو اليوم كانوا بزاف ديال الاسئله كانوا عندي، دونك قلت لهم حاولوا تسولوا في لو لايف باش كلشي يستافد. دونك وبالنسبه للناس اللي يلاه جاوا لبلجيكا، دونك كما هضرت في لو بروميير لايف وفي لو دوزيام لايف كنت هضرت على الاهميه ديال الانسان انه يقرا لانتيغراسيون. دونك الانسان ملي كيوصل لبلجيكا، دونك اول حاجه كيدير كيمشي لا كومون، كياخذ دونك كيدفع لي دوكيمون ديالو، كياخذ لا كارت اورانج. دونك الخطوه الثانيه واللي هي مهمه واللي كتطلب في الجنسيه، يعني كاينين شي ناس كيبقاو 4 سنين 5 سنين 6 سنين في بلجيكا، مي كيمشيو يطلبوا الجنسيه كيطلبوا لهم داك لو دوكيمون ديال لانتيغراسيون وديال لو نيفو دو لانغ. دونك مي كيمشيو يطلبوا باش يديروا لانتيغراسيون من بعد 3 سنين ما جاوا لبلجيكا، ما كيكونش الرفض، ولكن كيقولوا لهم تسناو حتى تكون البلاصه ولا حتى نعيطوا لكم. ولكن بالنسبه للناس اللي كي كتجيو قبل ما تكملوا 3 سنين، حاولوا ما امكن انكم ديروا هاد لانتيغراسيون، باسكو لانتيغراسيون غادي تنفعكم فاش؟ غادي تنفعكم باش تعرفوا القوانين هنايا في بلجيكا، باش تعرفوا لي ديفيرونت ميتوال، باش تعرفوا الصحه، باش تعرفوا لي ديفيرونت فورماسيون اللي هنايا كاينين ومتوفرين اون فونكسيون ديال لو نيفو دو لونغ ديالكم، كو سوا لو فرونسي في لا والوني بروكسل ريجون ولا ديال لو نيرلاندي. وديك لانتيغراسيون كتمكن لكم انكم تقراو اللغه غراتويتمون بلا ما تخلصوا. يعني الناس اللي ما كيديروش لانتيغراسيون راه كيخلصوا اللغه، راه كيخلصوا 76 يورو على المده ديال 3 شهور. بالنسبه اللي كيديروا لانتيغراسيون ما كيخلصوش لي فري ديال القرايه. وحتى بالنسبه للناس اللي كياخذوا مثلا لو مترو ولا كياخذوا التران ولا كياخذوا الطوبيس، كيعوضوا لكم هذاك الفلوس اللي نتوما خلصتوه. يعني الا خلصتي الكارطة مثلا ديال الطوبيس ب 50 يورو ولا ديال التران ب 50 يورو ولا ب 100 يورو، راه كيرجعوها لكم. يعني كيوفروا لكم جميع المسائل باش انكم يمكن لكم ديروا لانتيغراسيون. دونك معايا 13 ديال الناس، مرحبا بكم للناس يلاه دخلوا معنا دابا. دونك غادي نطلب منكم غير انكم تبارطاجيو لو لايف، لو ماكسيموم ديال لو بارطاج الله يخليكم. دونك شكون اللي عنده اسئله بالنسبه للاندماج؟ باسكو هضرت في لو لايف الاول ولو لايف الثاني هضرت بزاف على الاندماج وباقي كيجوني اسئله. اختي انا خدمت ان وعندي لا كارت اف بلس ديال بلجيكا، على حساب الجنسيه شنو تيطلبوا في الوراق؟ دونك الا لا دليله كيطلبوا ان تكون عندك 5 سنين هنايا في بلجيكا، كيطلبوا منك ان تكون عندك لانتيغراسيون، ويكون عندك دليل بانك عندك اللغه يعني لو نيفو ديال A1 بالنسبه للناس اللي في المنطقه ديال الفرنسيه. وبالنسبه للمنطقه هنايا الفلامانيا كيطلبوا لو 1.2 دونك 1.2، وكيطلبوا منك لالا عاوتاني كيطلبوا منك واحد السوايع، سواء كديري اون فورماسيون ديال عام، سواء كيطلبوا منك 426 ساعه ديال الخدمه. Bonsoir Sarah, ça fait plaisir. دونك هادو هما الشروط ديال الجنسيه. ضروري داكشي انا كنأكد على الاندماج، يعني كيف تجيو ديروا الاندماج، راه فيه غير المنفعه لكم وفيه غير الفائده. دونك الموضوع ديال اليوم الموضوع اللي هو لي فورماسيون. وبالنسبه للرجال كيسولوني هل اللي جا من ايطاليا، هل اللي جا من اسبان، كل واحد منين جا ما كيلقاوش الخدمه. دونك النصيحه اللي غادي نقدر انا ينصحكم اليوم هو انكم ديروا دي فورماسيون في لي ميتي كي سون طون بينوري، يعني لي ميتي اللي هنايا محتاجين ليهم في بلجيكا، وكاينين بزاف. كاين داكشي ديال لا كليماتيزاسيون، لانستالاسيون ديال الريفريجيراتور، الشوفاج، كاين غزال بوشي، كاين كوندكتور دو ترافو، كاين لا كونستركسيون، بو امبورت لا سبيسياليتي،
ce sont des métiers les nayem tlobin bzaf kayen a cuisinier kayen a dessinateur industriel kayen a électricien kayen a infirmier kayen a informatique kayen installateur en sanitaire ناس اللي تخدموا في الخشب ناس اللي كيخدموا في الصدور ناس اللي كيخدموا في لاشيمي عندك الشوفور بالنسبه للرجال الله يخليكم هاد الخدمه راها مزيانه لان كيعطيو فيها لي كونتراسيدي وفيها الخلاص مزيان هو شوفور دو كاميون بوالور وعاد بالنسبه كاينين دي بروفي ديال لانسينمون سوبيريور لي عندك فيها لا جيستيون كونتابيليتي انفورماتيك او بيان سور بالنسبه للناس اللي كاريمون ما بغاوش يديروا فورماسيون باغيين يمشيو يقراو في الجامعه ولا يديروا ان ماستر راه كاينه اون بانوبلي ديال لي فورماسيون اللي يمكنهم يديروا كاين لي ماستر كاينين انواع وعلى حساب نتوما شنو بغيتوا ديروا واش اللي عنده الوراق ديال الاسبان يقدر يخدم في بلجيكا ولا يقرا اختي بالنسبه للوراق ديال اسبانيا على حسب لانه هو باش تخدمي هنايا في بلجيكا خصك يكون عندك الوراق ديال اسبانيا واش عندك الجنسيه الا عندك الجنسيه راكي كتخدمي وكتقراي ما كاين فيها حتى شي مشكل بالحق ولا عندك ولا لا عندك ديك لا كارت بيرمانون تيقولها بيرمانانتي حتى هي يمكن لك تخدمي بها ويمكن لك تقراي بها دونك سا ديبو على الوراق اللي عندك ديالاش ديال اسبانيا مسيرة تطوان السلام عليكم دليلة avec un grand plaisir donc كنت كنهضر على لي فورماسيون بالنسبه للناس اللي عندهم اللغه ديال الفرنسيه ولا اللغه ديال الفلامانيه اللي هي ضعيفه كاينه كويزينيير كاينه الكوك بالفلامانيه وكاينه عندك ايد سوانيونت وعندك ايدو بيرسونز اجي دونك سوا كتخدمي في لي ميزون دو ريتريت سواء كتخدمي في الدار يعني ا دوميسيل وكاينه لا كريش حتى هي بالنسبه للناس هذو اللي عندهم لو نيفو ضعيف في يعني ماشي ضعيف ولكن عندهم ان سيرتان نيفو اللي هو قليل في الفرنسيه او في الفلامانيه داكشي علاش انا كنصحكم الله يخليكم ان الانسان كيف يجي يدير لانتيغراسيون راه كيعطيوكم معلومات كثير على لي فورماسيون اللي يمكن لكم ديروا ومي كتكونوا كتقراو لانتيغراسيون كتقراو اللغه هما كيجيو لعندكم كيقولوا لكم فوالا يمكن لكم تقدموا لهاد المباراه ولا لهاد المباراه ولا لهاد المباراه دليلة راني 7 سنين في بلجيكا دونك عندك الا عندك هادوك الشروط اللي كيطلبوا في الجنسيه كما قلت لك لانتيغراسيون ا1 في الفرنسيه ولا 1.2 في هذا وعندك السوايع الكافيين ديال الخدمه ولا درتي فورماسيون ديال عام كتاخدي باذن الله الجنسيه دونك كتدفعي الجنسيه اون فوا كتكون عندك اف بلس وكيردوا عليك يعني في لي سيمو فاطمه ادر انا مازال كنتسنى يعطوني الفيزا تخرج ليا التجمع العائلي دعيو معايا تصيفط ليا ان شاء الله الله يسهل عليك وكما قلت لك ان شاء الله كيف توصلي سيري لا كومون باش تكملي المسائل ديالك ودخلي ديري الاندماج ودخلي قراي اللغه الا كنتي في الجهه ديال لا فلاندر قراي فلامانيه غادي تنفعك ولا كنتي في الجهه الفرنسيه وما عندكش اللغه الفرنسيه سيري قرايها غادي تعاونك فريمون بزاف باش انك تلقاي الخدمه رضا بوجمعه اللي عنده الانجليزيه والفرنسيه اييه باسكو هنايا كاين بزاف ديال الخدامي سورتو في بروكسيموس تيلينات كيطلبوا الناس كيهضروا بالانجلي عندك هنايا بزاف ديال الشركات كتلقى اكثري كيخدموا فيهم الهنود كيطلبوا غير فريمون لونغلي حتى الفرنسيه ما كيطلبوهاش دونك الا عندك الفرنسي ولونغلي سي تري بيان سي بارفي ربي يخليك اختي مسيره بارطاجيو لي لايف مع لي زوتر جروب غادي نقرا السؤال ديال ساهون بارطاجيو مع لي جروب اللي كتعرفوا باش كلشي يستافد سي فو بلي جي تي تي اس تيكنيسيان سبيسياليزي اون كوميرس انترناسيونال est-ce que c'est mieux de faire l'équivalence de diplôme ou là tu me conseilles une formation ou on dit 1.1
فلامانيه. دونك بالنسبه للفلامانيه غادي تزيدي تقراي لها الفلامانيه باش يمكن لك ديري واحد الاوبليدين اللي هي لا فورماسيون. وبالنسبه ديال تيكنيسيان سبيسياليزي اون كوميرس انترناسيونال الا درتي الانديماج السيده اللي غتشدك في الانديماج يعني لاسيستون غتعطيها لو ديبلوم ديالك لي غولفي دو نوت ضروريين وغادي تاخذي ان شاء الله ليكيفالونس. فورماسيون مزيانه. فين كتسكني اختي ساهون؟ فاطمة يدر ما عنديش اللغة الفرنسية متى عندي أنا بروكسل إن شاء الله. بالنسبة للناس اللي ما عندهمش اللغة الفرنسية راه ماشي موضوع اللي هو فريمون صعيب, كيخص تكون غير الإرادة والإنسان يدخل يقرأ واخا ياخد غير دوك لي 4 بروميي نيفو مثلا ما غاديش ياخذوا لكم الوقت بزاف يعني عندكم القراية 3 شهور في 3 شهور يعني الإنسان يكون فاكخي واحد 6 شهور يقرأ فيها الفرنسية وهذاك لو نيفو دو لونغ غادي ينفعو في الجنسية وغادي ينفعو باش يمكن له يخدم. أنا فوقاش يعطوني F بلس دابا أنا هنا 4 عام عاد وأنا عندي F. دونك بالنسبة للناس اللي كيطلبوا ال F بلس راه الشرط الوحيد اللي كاين هو انك تكوني 5 سنين وانتي عايشه في بلجيكا وتكوني احترمتي دوك لي كونديسيون باش خديتي بهم لا كارت اف. امل قاسمي بونسوار وي سي تري بيان دافوار انغلي اي فرونسي مي بروكسيموس او تيلنت il faut être informaticien sans ça impossible. alors بالنسبه للبروكسيموس ou Telenet qui recrute ou les techniciens parce que ont le support technique qui est mon service client qui est mon fait des techniciens mais qui ont les supports techniques les hommes ont d'après donc mais qui ne cherche pas mais ça impossible mais il a des bases des connaissances l'ordinateur le support technique que tu connais donc le amour là وما كايناش غير بروكسيموس و تيلينيت كاين بزاف ديال لي ماغازان اللي تيدخلوا كاينين لي ماغازان مثلا دو لوكس في بروكسل تيخدموا الناس اللي تيهضروا فرونسي لونغلي. الانسان خاصو يمشي لي زاجونس دانتيريم. لي زاجونس دانتيريم كتمشي كدير معاهم واحد لونتروتيان كتحطي لو سي في ديالك وهما تيعيطوا لك اون فونكسيون ديال لي كونيسونس و ليكسبيريونس اللي عندك. بحال دابا انا شحال هادي كنت دفعت لواحد الخدمه كان فيها لو سالير تري تري بيان كان فيها لو كونطرا سي دي وكانوا كيطلبوا فرونسي و تيطلبوا لونغلي لان كانوا كيخدموا في ان اوتي اللي هو امريكا وكان لونغلي ديالي شويه كان ضعيف. دونك بالنسبه لهاد الشركه كانوا طالبين واحد البنت اللي كتكون كتهضر مزيان لونغلي وفرونسي. اكورتريك دونك كورتريك اختي كملي على لو نيرلاندي ديالك حتى تاخدي 2.2 تيحل لك البيبان بزاف ديال لي فورماسيون ديال لي زوبلايدين. ناديا بونسوار مساء النور نسرين ياسير شكرا ربي يخليك. الو غادي نقراو السؤال ديال رضا بوجمعه. عافاك انا عندي جنسيه امريكيه ومدام عندها بلجيكيه شحال ديال الوقت خاصني باش تخرج ليا الجنسيه ديال بلجيكا؟ مع العلم ان ساكن في امريكا. غادي نسولك اخويا رضا بوجمعه واش المراه ديالك واش والدين شي ولاد هنايا في بلجيكا واش دفعات لك باش تاخذ الجنسيه البلجيكيه؟ واش الجنسيه البلجيكيه دفعتيها في لو كونسولا بلج في لي زيتازوني ولا هنايا دفعتها لك؟ عندك اي ديلي دو تريتمون ديال اي دوموند كياخد واحد لو ديلي ديال 6 mois دونك على حساب الشروط اخويا. رضا مهبول بونسوار سلام اختي انا عندي ان بيرمي دو سيجور بيرمانون ايطاليان وعندي ان تيتغ دو سيجور سويدن دو 5 ans نقدر نخدم بها جي ان ديبلوم ليكتريسيان دو باتيمون بيان سور. بالنسبه للناس اللي عندهم ان سيجور بيرمانون في دوله اوروبيه واحده اخرى يمكن ليهم هنا يخدموا يعني اول حاجه من كتجي كتكون ساكن كديكلاري راسك في لا كومون كتكون عندك اون ادريس وكتمشي كتقلب على خدمه
ومين كتلقى الخدمة يعني راه كتبدل او ميم طون لو سيجور ديالك كتبدلو. عارفي تمسماني برافو سور بور تي زيفور، ربي يخليك. انا كندير غير الواجب، انا كنحاول ما امكن ان المعرفه ديالي نقتسمها مع كاع الناس. يعني ما غاديش نقول لكم انني كنعرف الاجوبه ديال كل شيء، ولكن كنحاول نقلب ونعطي لو ماكسيموم ديال الاجوبه اللي تكون هي صحيحه. اي او ميم طون جيساي دو بارطاجي مون اكسبيريونس افيك فو. انا 12 عام وانا في بلجيكا، ممكن نطلب الجنسيه مع العلم عندي الاندماج واف بلس باش تنصحيني. واش خدمتي؟ واش درتي اون فورماسيون؟ راه قلت لكم لي كونديسيون ديال لا ناسيوناليتي، ان تكون عندك اف بلس وان يكون عندك اندماج ويكون عندك اللغه واحد لو نيفو مينيموم، ويكون عندك اون فورماسيون ديال عام ولا واحد لو نومبر ديال السوايع ديال الخدمه. غادي ننصحك اختي مسيره تطوان انك الا ما كنتيش عندك عام ديال عامين ديال الخدمه ولا عام ديال لا فورماسيون، ديريهم باش يمكن لك تاخدي لا ناسيوناليتي. الوغ اوبتيميست، السلام عليكم اختي. شحال اختي كتبقى وتخرج لك الجنسيه؟ لا ريبونس كتاخديها في 6 mois. واش ممكن ياخذ الجنسيه اذا ما ساكنش في بلجيكا؟ سا ديبون. ضروري الانسان كي خصو يكون ساكن في لا بلجيك. راه او مومون دو لا ديموند دو لا ناسيوناليتي راه خص يكون عندك ان سيجور. غير هي تو ديبون، راه خصني نعرف على حسب شنو، واش الولد واش الاب اللي غادي يطلب الولد البلجيكي لا ناسيوناليتي البلجيكيه ولا غادي يطلبها لمراتو. المهم الانسان ضروري كي خصو يكون ساكن. الو، بالنسبه للسؤال ديال الانسان اللي كمل 5 سنين، يعني على حساب اللي كامل كتكون عندك 10 سنين كتطلب الجنسيه واخا ما يكونش عندك الخدمه. هما شنو كيقول لك في كاينين دي كاتيجوري دو لا ديكلاراسيون دو لا ناسيوناليتي. راه كاين ليترونجي كي ريزيد ليغالمون اون بلجيك دوبوي 5 ans، وكاين ليترونجي كي ريزيد ليغالمون اون بلجيك دوبوي 10 ans، ou qu'un étranger qui réside légalement en Belgique depuis 5 ans et qui est marié à un Belge ou là, qui est le parent d'un enfant mineur, ou qu'un étranger qui est né en Belgique et qui réside légalement depuis sa naissance. Internet. غادي نقرا السؤال ديال بنات غوي. بونسوار، بوغ ان ريغروبمون فاميليال است كو بوسيبل افيك دي ريفوني دو لا ميتويل ساشون كو لو ريغروبمون على ناسيوناليتي بلج؟ الوغ بالنسبه للشروط كنأكد عليها، بالنسبه للشروط ديال لا ناسيوناليتي راه ضروري خاص الانسان يكون خدام وعندو لو سالير. راه ما يمكنش يكون كيشد سي بي اي اس ولا لا ميتويل ويدير لو ريغروبمون، كو ساسوا هنا كو ساسوا يجيب شي واحد من المغرب. راه كاينين دي كونديسيون بوغ لو ريغروبمون فاميليال. الوغ ايسي غادي نقرا السؤال ديال يلاه تزوجنا قبل من الكونفينمون، تزوجنا في المغرب يعني، اما حسن تدفع ليا هي تماك ولا ندفع انا في امريكا؟ تدفع لك سوات تو دوموند في لو كونسولا بلج او زيتازوني، سوا تدفع لك هي من هنا بحال بحال، مي من الاحسن تدفع لك هي هنايا.
الوغ غادي نتسنى السؤال ديال دولتشي ريجو ايميليا ابو يوسف ربي. الوغ امينه اوبن ما شيري ميرسي بزاف. Quels sont les meilleurs masters à suivre, sachant que j'ai obtenu l'équivalence de ma licence en didactique de langue et je parle français et anglais et mon néerlandais n'est pas mal du tout. عندك بزاف ديال لي ماستر لي يمكن لك ديريهم. أمينة أبن قولي لي فين كتسكني. راه يمكن لك تكملي على ليسونس ديالك اون كاينين دي سبيسياليزاسيون اون ديداكتيك دي لونغ كيمكن لك حتى تقرايها كتكملي على داك ليسونس ديالك كديري ان ماستر ولا ان ماستر سبيسياليزي. Alors, Reda Mehboul, ma femme a un titre de séjour d'il 8, d'il 5 ans, ou est-ce que tu peux te faire maïa? Reda Mehboul, le séjour permanent d'il Italie, ou la nationalité? Tu peux te faire maïa ou tu peux te faire maïa? Tu peux te faire maïa? الوغ خديجة كاتي واش يمكن ليا ناخذ الجنسية على راجلي انا ما عنديش الاولاد معاه علما انني كنقرا ودايره الاندماج غير ما عمرني خدمت. كيخصك الا تكون عندك 5 سنين هنايا في بلجيكا وخص يكون عندك الاندماج ويكون عندك 1.2 في لو نيرلاندي ولا A1 في لو فرونسي بلس 1 ان دو فورماسيون ولا يكون عندك السوايع الكافيين اللي يخولوا لك انك تاخذي لا ناسيوناليتي. مسيرة تطوان إلا ما خدمتي شي وما عملتي شي حتى فورماسيون ما يمكن لكش تاخد لنا ناسيوناليتي. هادو سو سون لي كونديسيون لي كاينين في لو سيت ديالهم. الوغ تاغوما كيجاوبكم تيقول لكم راه كاين شروط من بينهم السكن في بلجيكا ما يمكنش ليك تاخد الجنسية وانت لم تسكن في البلد قانون. نعم بالنسبه للناس اللي عندهم لا ناسيوناليتي يعني في لونيون اوروبيان كيمكن ليهم يطلبوا الجنسيه ديال البلد اللي غادي يجيو يسكنوا فيه. دونك اوبتيميست كتجاوبكم كتقول لكم لو ريغوبمون فاميليال كيما كنعرفوا خص ان لوجمون خص اون ميتويل خص ان سالير دو بلوس دو 1500 دونك هما كيطلبوا 1525 يورو. أمينة أبن ما سمح لنا نبغيك. عاودي لي السؤال نسيت. ألوغ اليوم كاينين الأسئلة بزاف سي تخي بيان. ألوغ عندي سؤال إلا كاين شي حد عنده غير لاكارت 5 سنين إف واش عنده حق يصايب لشي حد مزوج معاه الوراق أو لا خاص الجنسية ضروري؟ لا خويا كل واحد عندك لا كارت اف ولا عندك الجنسيه بجوج عندك الحق دير لو ريغروبمون فاميليال. خاص غير الوضعيه ديالك تكون كتسمح انك تطلب الوراق للشخص واحد اخر يعني يكون عندك لا ميتوال يكون عندك الدار وعندك لو سالير ديال 1525 يورو باغ موا. Alors, Ziani Fatem Zahra, une université de UCL, qu'ablat ndir le blocage, mais c'est atliya ghir numéro de compte. Wach khasna tsift liya chi haja khra. Là, le blocage, il suffit juste d'avoir le numéro de compte ou le nom dial l'université. Wahed l haja khra. لو خصني نتفكر البيغاب شكون يفكرني اختي. الى يلاه ما جي من ايطاليا بجنسيه باش تنصحيني نبدا دولتشي ريجو ايميليا. كنصحك انك تانتيغرا في لا سوسيتي يعني منين تجي عندك السكن كنظن انك ساكن هنايا كتقلب على الخدمه باش كتخدم
ou كتدخل حتى تقيد في الاندماج ولا كدير اون فورماسيون. دونك بالنسبه للناس اللي كيسولوني فريمون حاولوا السؤال يكون فيه بزاف ديال لي ديتاي. ماجي من ايطاليا بجنسيه باش تنصحيني، واش جيتي هنايا مجوج، واش جيتي عند شي واحد من العائله، واش عندك لادريسا، واش مشيتي لا كومون. اختي بغيت ندخل من المغرب، ماما فيزا واش ضروري تكون عندي جنسيه وشنو كيطلبوا؟ اختي والله بغيت ندخل من المغرب، بغيتي تدخلي من المغرب بالفيزا واش ضروري تكون عندي الجنسيه وشنو كيطلبوا؟ واش بغيتي ماما تجي لعندك هنا؟ ريدا مهبول جو طون بري. مسيره طوال، راه الموضوع ديالي كان اليوم هو انني نهضر على لي فورماسيون. دونك مسيره طوال، عافاك قولي لي فين كتسكني وقولي لي لو نيفو دو لونغ ديالك باش نعطيك اون فورماسيون اون فونكسيون داكشي اللي كتبغي. واش كتبغي تقراي لا فورماتيك، واش تقراي لا فوتوغرافي، واش تقراي لا كويزين، واش تقراي انفيرميير، واش تقراي ايد سوانيونت، واش تقراي معلمه، واش تقراي ايد لاكومبانيومون في لا كريش. راه كاين بزاف ديال لي فورماسيون يمكن لكم ديرو. راه كيخص الانسان يكون عنده لو نيفو دو لونغ، وراه ملي كتبغي تقدمي لي اون فورماسيون راه كاينين دي زونتروتيان، راه كاين ان اورال وكاين ان ايكري وكيخصك تنجحي. شوفي انت شنو بغيتي ديري وشنو كيعجبك ديري وشنو هما لي كومبيتونس ديالك. بحال دابا انا مثلا كيعجبني الكوزينه، غادي نمشي ندير اون فورماسيون في لا كوزين باسكو غادي نعطي فيها. انا كيعجبني مثلا نخدم في لو سوسيال، غادي نمشي ندير اون فورماسيون في لو سوسيال اسيستونت سوسيال. مثلا كيعجبني الدراري الصغار، غادي نمشي ندير اون فورماسيون ديال لا كريش. امل قسمي كتجاوب اتسولي نو ماشي ضروري تكون جنسيه، تكون غير خدامه وعندك ساكن ديالك صافي. اذا كانت الزوجه عندها اقامه دائمه مع زوج بجنسيه ايطاليا، امتى ممكن تاخذ اقامه ديالها هنا في بلجيكا؟ واش مع راجلها وحتى يشدها تيجير حتى يشدها راجلها عاد يدفع ليها؟ كتدفع الاقامه، كتدفع الاقامه البلجيكيه هنايا مادام عندها هنايا السكن وعندها الاقامه الدائمه وزوجها هنايا، يعني راه كتدفع الاقامه ماشي ضروري تسنى هو الجنسيه البلجيكيه. بازورا زياني اي مون غوفوزي لا ناسوليتي كوم كوا مون ماري ا ايتي ديجا ماريي افون اي كو سيتي ان مارياج بلون. Sachant que lui, on lui a accepté la nationalité, est-ce que je vais faire encore une autre demande? Que dois-je faire? Oui, que dire une autre demande ou que dire un recours? Ou l'ahsan, anna ki tsouli Mohamed, li anna ki refdou lik l'jinsiya m'hid zouj, yerik li andou l'jinsiya kan andou mariage blanc. هذا موضوع ما نقدرش نجاوبك فيه، اكثر واحد يقدر يجاوبك فيه هو اللي داز من هذه التجربه ولا محامي، مي هو ضروري غادي تعاودي ديري لا دوموند. الجنسيه لازمه، اللي ما عندوش الجنسيه يقول له تعمل تجمع العائلي من البلد الاصلي. اكيد خديجه كاتي، شكرا بزاف اختي على المعلومات القيمه. انا كنشكركم على لا بريزونس ديالكم وكنشكركم حيت كتشجعوني، كنتعلم معاكم وكتعلموا معايا. Je vais juste vous demander un compte partagé d'autres groupes like l'icône. باش الاستفادة تكون عامة، راه انا كنستافد معاكم. Mais ça me fait plaisir بانني كنلقى فريمون الناس باغا تعرف باغا تستافد كتقلب كتسول. كيجوني فريمون كيجوني 5-6-10 الاسئله في النهار، كنحاول نجاوب كل شيء.
زياني فاطمة زهرة كاين اللي كيقول لي خاص لونيفرسيتي تصيفط لي شي كونطرا ولا شي كونطرا لو كونطرا ديال اش دونك لونيفرسيتي قال لك ما عندكش لو غارون الا فهمت السؤال ديالك ما عندكش لو غارون ولونيفرسيتي قبلت منك انك تبلوكي الفلوس عندهم وي سي بوسيبل عطاك لو نيميرو دو كونط يعني غادي تبلوكي الفلوس Le numéro de compte, bien sûr, le nom de l'entreprise, le numéro de compte, ou ça fait. Mais ben, le contrat dialège, indic la préinscription, indic l'acceptation de l'université. D'abord, qu'est-ce qui bloque le flux? Reda. Chokran, bzaf, à la m'allumat, ou est-ce que le modèle de chasse-nice que nous Belgique a fait 5 ans. 5 ans, 5 ans, 5 ans. ضروري بخمس سنين دليل بغيتي ماماك تجي لعندك دفع لو فيزا ديري لها المسائل اللي تيطلبوا في الفيزا لا بريزون شارج خاص يكون عندك ان بون سالير ماشي ضروري تكون عندك الجنسيه باش ماماك يمكنها تجي تشوفك غير لو دوسي خصو يكون كومبلي يعني دوسي صحيح لان الفيزا ديال بلجيكا ماشي سهله مسيرة تطوان فين يمكن ندفع شنو بغيتي تدفعي اختي راه اسئله وكيخصني نفكر دونك مسيرة تطوان غادي نقيد الاسم ديالك باش نجاوبك على السؤال ديالك Alors, Reda bouge ma Anna en l'anglaise et le français, c'est très bien. Le diplôme de technicien spécialisé en électronique dans les voitures. Ou en l'anglaise, c'est très bien. Je suis en train de faire des choses. C'est la première chose que j'ai besoin de les deux diplômes qui font partie des métiers en pénurie en Belgique. غادي تندمج في سوق الشغل فاسيلمون لان لو بيرمي ديال بوا لور راه قلت لك راه سي لو لي ميتي كي فون بارتي دي ميتي اون بينوري لي مطلوبين بزاف اي لي تكنيسيان اوسي تكنيسيان تو كونفوندو زعما كاع لي سبيسياليتي زياني فاطمة الزهراء واش البلوكاج في لونيفرسيتي ما فيهش شي ريسك واش ممكن الرفو ديال الفيزا Parce que, mais quand tu demandes que l'université le blocage du flux, ça veut dire que l'université elle se porte garante. Parce qu'on a qu'à sortir le visa. Il y a un juge de la garantie. Donc soit l'université ou l'école, qu'elle la garantie, qu'elle se porte garant, ou là, si elle se porte garant, la femme. تي الزوج يلاه غيدفع هنا في بلجيكا وعندو جنسيه ايطاليه اختي الزوج ديالك يلاه غيدفع هنا في بلجيكا عندو جنسيه ايطاليه سؤالي واش الزوجه غتاخذ مع راجلها او حتى ياخذ راجلها الاقامه عادي يقدر يطلبها للزوجه اختي زيدي وضحي اكثر واش ساكنه معاه هنايا في بلجيكا واش انت عندك الجنسيه الايطاليه ولا عندك الوراق ديما ديال ايطاليا سيد تاغوما راه كيجاوبك على الزياني راه عطاك واحد لو ليان اللي يمكن لك تمشي تشوفيه ميرسي بوكو على المساعده ديالك alors pour les formations il y a que le forum pour s'inscrire optimiste donc انت ساكنه في الوالوني كاين لو فوريم ولو فوريم تيخدم مع بلوزيغ بارتنير وكاينين دي فورماسيون اللي كيمكن لك ديريهم انتيا في دي زيكول ماشي ضروري ديري اون فورماسيون في لو فوريم راه تو ديبون واش باغا لا غراتويتي ديال لا فورماسيون ولا يمكن لك ديري اون فورماسيون بيونت راه كتدخلي لجوجل كتشوفي لا فورماسيون اللي انتيا بغيتي ديري راه ماشي ضروري ديريها في لو فوريم زيانه فاطمه الزهراء جو تون بري الالا اليوم كاين الصهد الوغ دليلا يعني بالنسبه للجنسيه اف بلس نوفو نوفو دو
نيفو 1 و نيفو 2 الاندماج والخدمه وتكوني عايشه 5 سنين في بلجيكا ام هبه هبه بغيتي تجيبي ماماك تجي تشوفك كتدفعي كتدفع لو دوسي ديال الفيزا لهنايا لبلجيكا وكتديري لها لا بريزون شارج وعلاش بغيتيها تجي تشوفك راه كاينين هاد المعلومات اختي هبه في انترنت ولا بغيتيني نجاوبك على السؤال ديالك ادخلي عندي بريفي ونقلب لك على لي زانفورماسيون ون هذا مي لا بريزون شارج ضروري يعني tu te prends garante ان امك تجي هنايا انها ما تطالب حتى شي حاجه ما تطالبش بالطبيب ولات الفيزا على ما كنسمع ولات صعيبه خديجة يوسف سلام انا عندي اف بلس واش يمكن ندير الاوراق راجوتري شنو ندير لحقاش هو معايا في بلجيك شنو الطريقه اللي غادي نديرو خديجة واش معاك السيد اللي بغيتي ديروا له الوراق واش ما عندوش الوراق عايش هنايا بلا وراق وضحي عافاك السؤال ديالك الله يخليك خديجة يوسف راجلك دونك راجلك راه كتاخدي داكشي اللي كياخد هو على حساب انت شنو عندك راه لا عايشه معاه هنايا في بلجيكا راك كتاخدي الاقامه على حسابه هو كيما حنايا كناخذوا الاقامه على حساب الازواج ديالنا امل كيسمي دونك عندك لا بريزون شارج دو لا كومون اي 3 فيش دو بي ديالك سي تو 5 سنين واخا المدام ديالي عندها الجنسيه اي هريدة بوجمعة واخا المدام ديالك عندها الجنسية خاصك تكون عايش 5 سنين هنا باش تاخد الجنسية لا ما عنديش الجنسية ولكن عندك اقامة دائمة دونك غادي تاخدي على حساب راجلك ولكن ماشي الجنسية الجنسية كتطلب انك تعيشي في بلجيكا بوندون 5 عام هذه لا كونديسيون اللي كاينه سوغ انترنت بالنسبه للناس اللي كيدفعوا لو غروبمون فاميليال راه ضروري من المدخول اللي هو ريغولي و ستابل ضروري ولا ريتوال الكونطرا ديال الدار راه ما يمكنش شي واحد يكون كياخذ المعاونه ويدير الغروبمون لشي سيده ولا شي سيد في المغرب امل كيني وغادي تاخد الاوراق الدائمه بصح الجنسيه خاصها 5 سنين خديجه دونك راجلك ما عندكش معاك ما عندكش معاه الوراق دونك اول حاجه لالا اللي غادي ديري هي انك غادي تمشي لا كومون باش ديكلاريه معاك في الدار واش غادي تزوجوا واش غادي تقدموا الطلب ديال الزواج بلا فاتين السلام عليكم الله يخليك فاتين بارطاجي عافاك مع لي زوتر غروب دونك بالنسبه للناس اللي باغيين يديروا لي فورماسيون الله يخليكم دخلوا لو سيت الناس اللي ساكنين بروكسل يدخلوا لو سيت عندكم www.dorifor.be انا غادي نصيفط لكم دابا لو ليان dorifor.be غادي نصيفط لو ليان ديال ايد سوانيونت غادي نبدا ديال ايد سوانيونت بالنسبة للناس اللي مهتمين ها هو لو ليان صيفطو ليكم دونك غادي تمشي لا كومون وغادي تطلبي طلب غادي تدفعي طلب ديال الزواج وغادي تقدي الدوسي ديالك دونك يكون عندك لو سالير وتكون عندك الدار ويكون عندك لا ميتوال وتدخليه معاك حتى هو في لا ميتوال
دونك الموضوع الرئيسي اللي كنت انا جيت عليه اليوم هو لي فورماسيون. دونك لي فورماسيون راه كل فورماسيون كتطلب واحد لو نيفو دو لونغ على حساب لا فورماسيون. بحال دابا مثلا الناس اللي باغيين يخدموا في لو نيتواياج راه ما تيطلبوش ان نيفو اللي هو عالي، كيطلبوا ا1 في الفرنسيه ولا 1.2 في الفلامانيه. بالنسبه للناس مثلا اللي باغيين يديروا دي فورماسيون ديال فوندور تيطلبوا لو نيفو ا2، هنا تيطلبوا لو نيفو 2.2. وكاين عاوتاني بحال دابا انا مثلا 2.1 يقدر لي يكون لو نيفو ديالي طالع على واحد اللي عنده مثلا 3.1 مثلا. راه سا ديبون، كاين الناس اللي كيبراتيكيو لا لون، كاين الناس اللي كيهضروا بالفرنسيه يوميا، ولكن في الجهه ديال النيفو تيكون ناقص على الاخر. راه اي فورماسيون راه كدوزو بعدا اون جورني دو فورماسيون، يعني كتعيطوا الاكتيريس كتلاقاو بهم كتقول ليها فوالا انا بغيت ندير هاد لا فورماسيون هاد لا فورماسيون. وكل فورماسيون عندها لا دوري ديالها، كاينه لا فورماسيون ديال 10 سيمانات، كاينه ديال 4 سيمانات، كاينه ديال عامين، كاينه ديال عام، كاينه ديال عام ونص، ولكن راه كيكون واحد لونتروتيان. Il faut réussir un test de base, les voix français et calcul, ou un entretien de motivation qui est chaud pour que je ne tire vraiment par la formation. Ou la condition le plus important est que tu connais une prise, que tu te sclibes dans le chemin. Il y a le forum, il y a le VDAB, il y a le Actiris. Reda Boujmaal, l'Echtek, Chokran Zazilan, Rabbich Likoum. Donc un maximum de partage. Donc l'admin dit allez lui mettre sa gamme 20 liens. Ma fille me chatte. بحال دابا انا ملي كنت كنقرا في كنت كنقرا هنايا في كريسيندو كنت كنقرا في كنقرا لو 2.1 جاو عندنا كيبروبوزيو علينا دي فورماسيون. دونك بروبوزاو عليا انايا القسم كامل، بروبوزاو علينا فورماسيون ديال ايد سوانيون، بروبوزاو علينا ديال الفوندور وديال ادمينستراتور، بروبوزاو علينا بثلاثه. دونك هما كيكونوا كيجيو عندكم تي بروبوزاو لان هما محتاجين الناس اللي خدموا في هذا لو دومين. شكرا اختي الله يخطيك. مرحبا يا لالا. بغيت نطلبكم واحد الطليبه، الناس اللي كيتابعوني دخلوا لاشين ديالي، راه سميتها ام كونساي، تفرجوا في لي لايف ومن بعد لايكيو، كندير اشهار لاشين ديالي. لايكيو ومن بعد تابوناو معايا باش حتى انا نبقى ندير لي فيديو وتشجعوني انني نعطي اكثر. Alors, je viens en Italie, je suis en vacances et je peux travailler en Belgique pendant la période de mes vacances. Bien sûr, j'ai la nationalité italienne. Et là, après, tu le fais. Oui, parce que chez les agences d'intérim, il me clique très bien. Voilà, ça dépend. Je suis allée en Belgique, j'ai les vacances. Je suis allée en semaine, je suis allée en semaine. Il y a des jobs d'été, maintenant. Reda, je vais vous faire un peu de temps. Je vais vous faire un copier-coller. ها هي رضا. دونك دير لها كوبي كولي غادي تخرج لك. دونك اي فو توجور سابوني ابري 3 مينوت، يعني تفرج 3 دقائق عاد ابوناو، سينو راه داك الابوني كيمشي. بونجور است كيا دي بريم بوندون لي فورماسيون بلال تورتيون؟ كاينه واحد لا بتيت بريم في النهار اللي كيعطيوها لك ديال الماكله. دونك على حسب المناطق، هنايا كانوا كيعطيو جوج اورو هنايا في لا فلاندغ، وكيعطيو كيخلصوا لك فلوس ديال الطوبيس، فلوس ديال الترونسبور. دليلة لا شين ديالي سميتها ام كونساي. دونك لا بروشين فيديو ان شاء الله اللي غادي ندير
غادي نديرها وقيله على الجنسيه، لان كيجوني اسئله بزاف على الجنسيه، وغادي نحاول نغير في لي فيديو كل مره نهضر على موضوع اللي هو موضوع اللي كيهم الناس. دونك بلا التورسيون كما قلت لك كاينه غير واحد ل ل ل ل واحد لبارتيسيپاسيون ديال 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 الماكله وديال لي فري ديال الترانسبور. الوغ السؤال ديال كوكو عبدو، الوغ اللي عنده ديبلوم ديال كوميرس، كنت خدامه اجونس ايمبليير 7 ans فوندوز ديال لي ابارتمون، شحال خاصني نقرا تما فورماسيون الا بغيت نسكن تما؟ كوكو عبدو السؤال ديالك ما واضحش. الوغ واش نتايا في بلجيكا ولا بغيتي تجي تستقر هنايا في بلجيكا وتقرا دير اون فورماسيون؟ شحال خاصني نقرا تما فورماسيون الا بغيت نسكن تما؟ بلال تورسيون اوف بروكسل. الى عندكم دوتر غروب دونك جو فو بري انكم تبارطاجيو، واللي باقي ما دخلش لاشين ديالي يدخل، راه سميتها ام او يو ام كونسي. دونك كما كنت كنتكلم عليكم غادي نكمل الموضوع اللي كنت كنهضر فيه هو على لي فورماسيون. دونك لا فورماسيون الله يخليكم، عيطوا لاكتيريس، عيطوا للفوغام، خذوا معاهم دي رونديفو لي في دي ابي، شوفوا لي فورماسيون كي سون ديسپونيبل. لو نيفو دو لونغ راه ضروري، راه ما كاينش لو نيفو دو لونغ راه ما يمكنش تتبع اون فورماسيون لان اصلا ما غاديش تفهمها. بحال دابا انا نوض نمشي ندير اون فورماسيون في الالمانيه، واش غادي نفهم؟ ما غاديش نفهم. دونك ضروري خص يكون عندي لو نيفو، واللي هو مزيان لي فورماسيون مي كتكون دوموندور دومبلوا، مي كتكون كتقلب على الخدمه ومقيد مسجل عندهم. لا فورماسيون اللي غراتويت، دونك الانسان ما عنده ما يخسر. الوغ السيده خديجه كاتي بغات تدفع الولد ديالها 23 سنه تجمع العائلي، هي ما عندهاش الجنسيه، غير الزوج ديالها عنده الجنسيه البلجيكيه، هو المعيل ديالو، والى دخل بلجيكا ايتوديو ممكن نغير الاقامه من طالب على شارج دو مون ماري. الوغ انا كنعرف بان يمكن ديري التجمع العائلي لولدك، ما خصش الولد يفوت 18 سنه، الى دخل اوطون ك ايتوديون غادي يكون هو المعيل ديالو، غادي يقدر يبدل لو ستاتيو ديالو. الله يخليكم، شي واحد اللي داز ديجا من هاد التجربه يجاوب السيده خديجه كاتي. المعلومه اللي عندي انه هو لو ريكروتمون فاميليال خاص الولد ما يفوتش 18 سنه، mais le changement de statut il est possible en fonction de la situation. Et كل واحد او كيتعاملوا معاه بشنو عنده، الى كان المعيل ديالو و وي دونك غادي نهضر بالنسبه للرجال. الرجال اللي كيجيو هنايا وكيبغيو يخدموا، يعني يخدموا واحد الخدمه اللي هي ستابل و ريغولير و ان كونطرا سي دي، حاولوا ديروا لي فورماسيون في لي ميتي كي سون طون بينوري. راني هضرت لكم عليهم، لانفورماتيك، جيستيون كونطابيليتي، باتيسري، بولونجي، تكنيك دو ترانسفورماسيون دو ميتال، داكشي ديال سودور، داكشي ديال ريغلور، كوندكتور، طوليي، شودروني، اوتيور، بلومبيي، ترافاي دو بوا، بو امبورت لا سبيساليتي، شوفور ديال كاميون بوالور، مطلوبين، لانستالاسيون داكشي ديال سانيتير، الفرمليه، الكترونيك، الكتريسيتي، هادو كلهم مطلوبين، كوزينه، كوندكتور دو ترافو، بوشي و كليماتيزاسيون.
دونك كاينين 30 ديال الناس اللي كيدي يتفرجوا فيا. كنتمنى لي انني جاوبت على لو ماكسيموم ديال لي كيسيون. دونك وكيما غادي نعاود نهضر لكم على الناس اللي عندي جداد في لو غروب. حاولوا تدخلوا لاشين ديالي تشوفوا لي لايف اللي سبقوا. الاندماج كنأكد عليه, لو نيفو دو لونغ كنأكد عليه, كنأكد على لي فورماسيون. بنادم يمشي يقرا او بلايدين, لا بغا من بعد يخدم. الناس اللي ما بغاش تخدم الله يسهل عليهم, ما كاين حتى شي مشكل. غير هو في الجنسيه, الناس اللي باغا الجنسيه راه خصها تمشي دير الاندماج قبل ما تفوت 3 سنين هنا في بلجيكا. سينو تيبقاو يقول لك تسناي البلاصه, تسناي القولك, تسناو هادي. سعاد كيرا بونسوار, الله يخليك بارطاجي في لو غروب معايا. Est-ce que vous avez toujours des questions? Je sais pas quand comme le SIA, donc Anna Shahal de Babesh Bdit, Hadi Saadi El Magana, Masira Tetouan Bichlik. Bilal Torsion, on peut parler quand tu vas finir la vidéo live, Inch'Allah. Sauf que Yasu El Dialk. انا كنبغي كاع الاسئله اللي عندكم كتصيفطوهم ليا في ميسنجر, مي كنتمنى انكم تصيفطوهم ليا في لاشين ديالي. منها انايا كنزيد القدام, منها كلشي كيستافد. دونك فريمون انا كن جوميز على القناه ديالي. سي فري كو يلاه دابا درت 3 ديال لي لايف, ولكن بغيت نزيد بها القدام ان شاء الله. دونك بلا التورسيون على لاشين ديالي ام كونساي, طرح السؤال ديالك في لاشين. كنتسنى الاسئله ديالكم. اللي باقي عنده شي سؤال انا معكم. دونك راه لي فورماسيون راه غادي يبداو في سبتمبر. حاولوا تتصلوا باللي ميزون دومبلوا. الوغ اتسولي دليله فين كتسكني لالا باش نعطيك لادريسه فين تمشي ديري الاندماج. بلال تورسيون سي ام كونسي, انا غادي نصيفطها لك. لا ماشي ضروري حتى تكملي النيفو 2, عطيني غير دليله فين كتسكني ونعطيك دابا الجواب ديال فين يمكن لك ديري لانتيغراسيون الا كنتي في بروكسل. سي عيطي البون بي او ان. عندك سومان. سومان سي كيل بروفانس؟ سومان هو الكوريجيو. انا نقلب على لا ريجون ديال سومان. قولي لي عافاك لا بروفانس ديال سومان باش ندير لك اون ريشيرش. الوغ انا لقيت لك لالا فين غادي دير لانتيغراسيون. عندك البلاصه سميتها اليس بروفانس دو ليج ياك. انا غادي نصيفطها لك في كومونتير باش يمكن لك تعيطي لهم من دابا. راه كاين دي بوسيبيتي انك ديريها اونلاين. مسيرة تطوان كيخصك تمشي لاكتيغيس باش ديري لا فورماسيون, ولا كنتي باقا ما مقيداش عندهم اوطون كو دوموندور دومبلوا راه كيخصك تعيطي لهم. دونك جيسبر كو جاوبت على الاسئله ديالكم كامله.
دونك الا بغيتوني نزيد نبقى قولوها ليا في لي كومونتير سينو غادي نشد لو لايف دونك دليلا راني عطيتك فين تمشي تقراي لانتيغراسيون في سوماني ما تنساوش لاخليكم تدخلوا لاشين ديالي بليز 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 دخلوا وتفرجوا وعاد من بعد ديروا ابوني واللي عنده شي سؤال يديروا في اليوتيوب دونك الى 9h دونك انا غدا ان شاء الله غادي نخدم صباح بكري سيتي ان بليزير دو فوز افوار ديما الحمد لله ملي كندير اللايف كيعجبني الحال معاكم كنستافد معاكم وكتستافدوا معايا نتمنى من الله ان يسهل على كل واحد ما نساوش الناس ما نستناوش الناس اللي مساكن ما عندهمش الوراق نتمنى ان يخرج شي قانون في القريب العاجل ان شاء الله يا ربي ويسهل على كل واحد اللي باقي طالب بالغوغوبمون في المغرب تخرج له ان شاء الله الفيزا واللي باقي يتزوج يسهل عليه ويكمل عليه الله واللي باقي باقي ما لقاش حتى ربي يسهل عليه راني جاوبتك على لانتيغراسيون اختي في سومان راني صيفطها لك في كومونتير انا غادي نعاود نصيفط لك لو ليان راه داكشي سي بار فيل و سي بار بروفانس و سي بار ريجيون دونك ها هو ال الوغ اي دو لانتيغراسيون الوغ عطيني لو كود بوستال ديال سومان دولتشي غاديو ايميليا الله يجازيك بالخير سالتك اكثر من مره وما كتبخليش شكرا شكرا افيك ان تري غون بليزير الانسان شنو غادي يدي من هذه الدنيا راه ما غادي نديو معنا والو غادي نديو معنا غير في افعال والخير فقط 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 راه الفلوس كتمشي الديور كيمشيو على كلشي كيمشي كيبقى شنو درتي بنت الناس ولا اولاد الناس شنو درتي من خير راه نحاولوا راه حنايا عايشين في اوروبا وعايشين في الغربه وبعدنا على ولدنا وبعدنا على خوتنا وبعدنا على عائلتنا راه كيخصنا نعاونوا بعضياتنا راه حتى شي واحد ما يبخل على الاخر الله يخليكم سي فري كو كيقول لك انا يا درت الخير خرج ليا بوم زوي انا يا عاودت عاونت هذا دار ليا انا عاودت الاخر عاودت هادي وي سي فري ولكن الانسان يدير الخير دليله انا يا جاوبتك اختي انا عطيتك رسميتها ايما دونك تبارك الله عليكم قفطان فاتي فردوس هي لاله فردوس غديري لنا شي قفطان الوغ ليلى يخطيك شكرا بزاف ما كتبخليش عينا بلي زانفو ديما الحمد لله وشكر لله الله يسهل عليك والله يسهل علينا كاملين دونك ما كنسخاش بكم صراحه كنبغي نقطع وما كنقدرش والله ما كنقدر كتوقع لي ديما فين ما كندير معكم اللايف كنقول صافي راه ساعه ولا ساعه وربع وانا معاهم صافي بركه وما كنسخاش بكم سبحان الله دونك اي واحد عنده شي سؤال يخليه ليا في لاشين يوتيوب مرحبا بك على الراس والعين اختي بغيت قفطان بالسفيفه الحره لا يخطيك غير كنضحك معاك الانسان لا قالها بحال دارها دونك نخليكم نمشي ولا نزيد نبقى معاكم
Donc, Fintidar, les questions de conf, Messenger, c'est l'école que tu as maintenant. Le laïr-tech, comme Camille, il y a, ou le laïr-tech, il y a, comme. Ou les deux choses sont elles, mais ils brillent. On a dit que les contrôles indiquent, flash indiali, on me conseille. Oui, qu'on réelle, inch'Allah. Quand on a dit qu'on a eu un jamil, ou حضيو ريوسكم والناس اللي باغا تمشي للمغرب راه كلنا باغيين نمشيو للمغرب ولكن الانسان يحاول يجلس في دارو راه ما بقى والو راه الدخول المدرسي قريب الوليدات الصغار المرض مع كامل الاسف راه كيجتاح زعما راه اجتاح جميع المدن المغربيه وداكشي غادي وكيطلع جلسوا انا راه ما كرهتش نمشي غدا للمغرب والله ما كرهت ولكن الغالب الله الغالب الله نمشي ونصدقوا مبلوكين ولا تصدق واقع شي حاجه ولا هذا الانسان يجلس في دارو حتى نشوفوا هذا الشيء فين غادي يوصل الانسان ما يغامرش الحمد لله دابا راه الانسان يمكن له يسافر بلجيكا فيها الخير عندك اوستند عندك بروخ عندك هنايا انتويربن عندك ليمبورغ يعني الانسان عنده فين يتسارى هنايا كاينين لي بارك كاينين لي بيسين الانسان عنده فين يتسارى ماشي ضروري نمشيو للمغرب دخلت ضحكة بنين زها اوريز قلت كلاش كنتو كتهضروا يلاه دخلت مزال ايوا الا لا هضرنا بزاف وهضرنا 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 غادي لا فيديو غادي نقص منها المقاطع وغادي نحطها في اليوتيوب وغادي نصيفطها لكم حتى انا ما سخيتش بكم دونك راه الانسان يمكن يدوز العطله هنايا في بلجيكا راه دابا الجو زوين يمكن انا يدوز العطله في هولندا يمكن يمشي لفرنسا راه كاينه ليل كاينه نيس يقدر الانسان يمشي لاسبان دونك المغرب نحاولوا ما امكن نتفاداو هذا العام خوتي خواتاتي كتعقلوا على داك الراديو اللي كان في المغرب ديال خوتي خواتاتي الفلاحه تهلاو في ريوسكم وكنعطيكم موعد ان شاء الله في اون فيديو اللي غادي نديرها في اليوتيوب هاد العام ما كاين المغرب توحشنا وتوحشنا والدينا وتوحشنا حبابنا وتوحشنا العراسات وتوحشنا السبوع وتوحشنا يا لاله المسمن والرغايف والجمعيه وسير عند هذا وخرج من عند هذا وسير الحمام وتبرع ولكن الانسان يحافظ على على بروتيجي دونك لي نوتر راه علينا واجب دونك شويه ديال الصبر الله يسهل عليكم يا تري بيانتو ان شاء الله ما سخيتش ليكم سلام الله يعاونكم